اهلا بيكم، عاملين ايه؟ معاكم نور ابراهيم والمستر ابراهيم معانا النهارده. هاي النهارده هنقول لكم شويه معلومات عشان تعرفوا تعملوا البحث بتاع المدرسه اللي المدرسه طالباه، وهنقول لكم برضو شويه حاجات ان ازاي نعرف الكود بتاع الطالب وازاي نسجل على الادومودو، والادومودو ده هو اللي بنكتب عليه البحث وننشره. ماشي، وازاي ننضم للفصول الافتراضية اللي المدرسة عاملاها. ما تنساش تخش النهاردة الساعة 6 على الزوم، لان من اول سنة تالتة ابتدائي لحد تالتة اعدادي. وهقول لكم الاول النهاردة ان شاء الله هنستناكم انا ونور على تطبيق زوم. هنعمل مع بعض حصة تفاعلية مع بعض عن كيفية التسجيل على منصة ادمودو، ازاي اجيب الكود بتاعي من موقع الوزارة، ازاي اسجل على الموقع، ازاي كمان انضم للفصول الافتراضية اللي المدرسة عاملاها، وكمان ازاي نعمل البحث للوزارة طالبه مننا علشان ان شاء الله ننجح السنة دي ونعدي بالبحث اللي هي مطلوب مننا. وهقول لكم دلوقتي الكود، ولازم ان يكتب في الزوم بالانجليزي. اول كل المطلوب منك انك تنزل تطبيق زوم على الموبايل او على اللابتوب عندك او على الكمبيوتر، وتكتب الكود ده وجوين ميتنج. يلا يا نور نقول الكود مع بعض. نبدا بالانجليش. 3 5 7 4 1 4 9 6 8 5. دلوقتي هنقول بالعربي. 3 5 7 4 1 4 9 6 8 5. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتات والتعليقات، وما تنسوش تخشوا النهارده على الزوم الساعة 6. ما تنسوش، مستنيينكم. باي.